De multimédia, c'était pas pour le ouais, Salah Al-Gharour, ingénieur en informatique, professeur de mathématiques. Je parle de novembre et à le club est où il est là, il fait Abbas Al-Gharour, Shahid Abbas Al-Gharour, ظروف قلاني موث هذه السنت وتتلاقي طبعا في الولاية أمز وروث يعني على زون إن ورس الممشى أو كنسمى ذي نقطة كتابي تتلاقي في الحياة عباس الغرور مكشي نضال نس زداد ما تكر ثورث مكشي الناس قيل غمزان مكشي عاش مكشي يقرأ وبعد سي 54 يعني وتلاقي في رول عباس الغرور ذي أول نوفمبر لأن يعني الدور نتاعو الرول نسي لا الرول ضم قرانا يعني نوفمبر دي خنشنا يموت سن العسكر فرنسا يموتيش ثاني اوفيسي ضابط قرنا صدرنو يعني سايتي ميدياتيزي سمعت يعني دي العالم الكل الدنيا الكل ومن ثم سيدينا باند يعني ثورة نوفمبر وعباس عروض ثاني شاهد قال الحرب ديالو راس يعرف انت الا انت يعني في الساز الماضي من بولعيد ويلا يتكلف الامور من الحرب من الولايه زواروث ورس الممشى ويعني حرب كيما قران يعني العسكر من فرنسا ضبط من فرنسا يعني استعرف ناس وكتبن في الناس باللي يعني انه تكلاني يحارب بس انه يستحصرهن يعني دي العسكر لاباس وبعد ثلاثه ايام في الظروف قلاني موث ديس يعني نغنت دي تونس دي 25 جويلية 1957 قارن نغنت دي تونس المحاكمة واللي شيء يعني دوسي المحاكمة وزرغارة ولكن ايش كتبة متى كتبن الكتابات الجزائريين مؤرخين الجزائر مؤرخين فرنسا كتبة ومن بعد قال لي قرا كتاب انت ديك الراي نس واحد سنت شغاري الراي له وقال لي قرا كتاب اضياف يعني كل يعني الاراء لي زافي تاع يكتب من لي ديفيرون وقال لي قرا انت ديك يعني الراي نس بصح ورعاد يعني دي بان شا المحاكمه نس قد قد وثلاثه ثاني في ظروف تنت شحني بشير كنت الى مساعد بن بولعيد ظروف انا تمتدت بالعيد والظروف قلان يعني عاشي سنة الولاية أمس وروث لقتش الموث من غين تاس يعني بزاف ياسر من تروان فورث نوفمبر 54 يبدو كل عباس من غين 53 كادر يعني مقرانا ونغين من ما نعرفوش فش من إطار خصنا السلطة خصنا يعني ورادوا دي بنشا الصح قد كده.